بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صاحب الجناح المرهوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يملي ويمهل لعل العاصي يتوب، يعطي ويمنع ويحقق المطلوب، يطعم ويسقي ويستر العيوب، يمرض ويشفي ويكشف القروب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض بالحق وما مسه من لغوب، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صاحب المقام الموهوب من خلقه مكارم الأخلاق، وفي اتباع سنته تتسع الأرزاق، وهو الصفي المحبوب، نوره بين أتباعه قائم، وشرعه على مر الدهور بائن، وما عداه من الشرائع مشطوب، أول الخلائق بعد النفخة يفيق، وأول من يحشر على التحقيق، وحديثه غير مكذوب، أول من يجوز على الصراط، وأول من يدوس على البساط، والكل من الهول مكروب، صاحب لواء الحمد والمنفرد بالثناء حين الجد، حيث الفلاح أو الرسوب، صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى، واسمه على باب الجنة مكتوب. بحبه تتحقق الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج القروب. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه عدد الرمال والحصى، وكلما أطاع العبد أو عصى، ونوِّر بالصلاة عليه بصائرنا والقلوب. رجلٌ يمتدح النبي فيخاطب آل النبي فيقول: يا آل طه لنا في حيكم قمر، من أجله ناطق الحصى والبدر منقسم. طه البشير له أسماء أربعة: محمد، أحمد، هادي، ومعتصم. له على وجنتي خديه أربعة: الورد والياسمين، ثم الآس والعلم. آمنت برسول الله أربعة: الإنس والجن، ثم العرب والعجم. انطقت لرسول الله أربعة: الضب والظبي والثعبان والصنم. لولاه ما كان في الإسلام أربعة: حج ومنى، ثم بيت الله والحرم. صلى على خير خلق الله أربعة: العرش والكرسي، ثم اللوح والقلم. فاللهم صل صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم،
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. أما بعد، فيا عباد الله، عندما يحضرنا قارئ في حجم فضيلة الشيخ محمود صابر فتح الله له وجعل قراءته مثل ثوابها إلى روح ميتنا وسائر موتى المسلمين، وفضيلة الشيخ محمد السيد عيد هو كذلك، فكلاهما خيار من خيار. لا نتكلم، ولكن لعظم ولهول المصاب ولشدة فراقه علينا لأدبه ولواجبهم آل دياب، كان لابد أن أقول كلمة عذاء. صل على سيدنا رسول الله. في خمس دقائق أو أقل، في خمس دقائق أو أقل، بعد ما تصلي على سيدنا النبي، لا، صلي على الحبيب المصطفى، صلي عليه، طيب، صلي على سيدنا رسول الله. سيدنا كعب بيقول لسيدنا رسول الله، سيدنا أبي بن كعب: يا رسول الله، عشان تصلي على حضرة النبي من الخمس دقائق تاخد دقيقتين تصلي، يبقى فاضل ثلاث دقائق. يا رسول الله، ما صلتش على النبي ليه؟ احنا عاوزين نستجلب الملائكة ونستمطر الرحمة، ومفيش استجلاب للرحمة واستمطار لها إلا بذكر الحبيب محمد. صلي على سيدنا النبي. فبيقول له: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ يعني كم أجعل لك من الدعاء في صلاتي يا رسول الله؟ فقال: ما شئت، وإن زدت فخير لك. قال: أأجعل لك من صلاتي الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت خير لك. قال: يا رسول الله، أأجعل لك من صلاتي الثلث؟ قال: ما شئت، وإن زدت خير لك. قال: يا رسول الله، أأجعل لك من صلاتي النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت خير لك. قال: يا رسول الله، أأجعل لك من صلاتي الثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت خير لك. قال: يا رسول الله، لأجعلن لك صلاتي كلها. فقال النبي: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك بالصلاة على محمد. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم العمل الوحيد الذي إذا عملته دخل إلى ميزان حسناتك ولا يمر على مصفى الإخلاص أو الحساب. أي عمل تعمله الأول يصفى من الرياء والنفاق، إلا الصلاة على النبي المصطفى تدخل في ميزان العبد مباشرة. صلي بقى على سيدنا النبي. طيب، هنخلي بقى الأربع دقائق في حب سيدنا رسول الله. رجل من الصالحين، وبالمثال يتضح المقام، رجل من الصالحين في القرن الثالث الهجري، يعني من السلف الصالح، كان تاجرا موسرا، وكان يوسع على الناس. وزمان كانوا يأخذون أو يقترضون القرض الحسن على حساب قوافلهم، يعني طول السنة بياخد في فلوس ويتاجر، لما القافلة تيجي يرد ما عليه. هذا الرجل كان عليه من الديون 600 دينار ذهب، فالقافلة خرج عليها قطاع الطريق فسلبوها وأتوا على كل ما فيها. فحضر صاحب الدين بصقه إلى القاضي. ما تصلي على النبي. شوف بقى إيه اللي حصل. أيها القاضي، هذا الرجل استوجب دفع دينا قدره 600 دينار لي، ولما ذهبت إليه قال: ضاعت القافلة، فاحكم بيني وبينه. فقال له القاضي: يا رجل، أعليك هذا الدين؟ قال: نعم. ومتى السداد؟
قال سرقت القافلة أيها القاضي. طيب الحل سأمهلك هذا اليوم بليلته وتأتيني غدا وإلا أمرت بك إلى السجن. فعاد الرجل إلى زوجته كئيبا مكتئب مهموم. فلما دخل إلى زوجته استغربت إن هو رجع ما السجنش، فسألته أدفعت أم عذرك صاحب الدين وأنذرك، دفعت ولا إيه اللي حصل؟ فقال سألني القاضي أين المال، قلت سرقت القافلة، فقال لي سأخرجك من أمامي لتتصرف ولكن ائتني بكافل لك. فقلت له كفيلي محمد رسول الله، كفيلي محمد رسول الله. فالقاضي قال له ايه؟ اذهب هذا اليوم واتني غدا، فان لم تاتني فوالله لما اقف بين يدي ربي يوم القيامه اقول له يا رب هذا الرجل خفر ذمه حبيبك محمد. فالراجل مشي على امراته قال لها الكلام ده، فامراته تقول له ايه بقى؟ بس صلي على النبي، الكلام اللي أنا بقوله ممكن يبقى دلوقتي خيال لأن القلوب اسودت من المعاصي، فهتقعد تصلي طول الليل مش هتعمل معاك حاجة، لكن الكلام ده تتلقاه أصحاب القلوب السليمة اللي ربنا قال فيهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والعلماء قالوا سلامة الجسم في قلة الطعام، وسلامة الروح في قلة الآثام، وسلامة الدين في الصلاة على خير الأنام. طيب وإحنا في شهر شعبان نزل قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، نزلت في شهر شعبان، صلي على الحبيب. قالت له يعني أنت قلت للقاضي كافلي محمد رسول الله؟ قال لها نعم. قالت إذن نجلس طوال الليل نصلي على من كفلك، نقعد نصلي طول الليل على سيدنا محمد. فجلس الرجل طوال الليل بزوجته يصليان على سيدنا رسول الله، طول الليل بيصلوا على سيدنا النبي. ما هو انت لما كل السبل وكل الأبواب تسد في وجهك اعرف إن ربنا سد كل الأبواب في وجهك حتى تلجأ إلى الله عز وجل، عشان تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. طول الليل بيصلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبيل الفجر إيه اللي حصل؟ الرجل رأى في الرؤيا مين؟ تخيل كده، الراجل اللي عليه الدين المهموم المكلوم رأى في الرؤيا، رأى في الرؤيا سيدنا رسول الله. قال له إيه بقى؟ يا رجل قم الآن اذهب إلى والي المدينة وقل له يدفع عنك 600 دينار بأمر من رسول الله. فإن قال لك ما الدليل على أن الرسول هو الذي أخبر، قل له أنك تصلي على النبي كل ليلة 1000 مرة وهذه الليلة أخطأت العد والنبي يقول لك اطمئن فقد أوصلها عنك إلى الله كاملة. فذهب الرجل إلى سيدنا إلى الوالي، طرق الباب فتح، فقال أيها الوالي علي دين والنبي يقول لك ادفع عني 600 دينار ذهب. قال له الدليل اللي النبي اللي بيقول؟ قال له الدليل أنك تصلي على النبي كل ليلة 1000 مرة وقد أخطأت العد هذه الليلة والنبي يقول لك اطمئن فقد أتمها ووصلت إلى رسول الله كاملة.
فأخرج الوالي 600 دينار وأعطاها للرجل وأعطاه عليها 400، يعني اداله 1000 دينار ببركة الصلاة على مين؟ على سيدنا النبي. فذهب إلى القاضي، وجد القاضي جعل له حاجبه على الباب ينتظره، انت فين؟ القاضي في انتظارك. فدخل على القاضي قال له أين أنت؟ قال له لقد أحضرت المال. قال له دينك قد سد، الدين بتاعك الدفع. قال له ازاي؟ قال له لقد رأيت رسول الله البارحة في الرؤيا وقال لي أيها القاضي إن سددت عن الرجل دينه سددت عنك بين يدي الله يوم القيامة. فدفع له الدين، وهم واقفين صاحب الدين دخل، أيها القاضي دخل، قال له تعال خذ دينك. قال له أيها القاضي ليس لي دين فقد وصلني. ليه؟ قال له رأيت رسول الله في الرؤيا فقال لي لو عفوت عن أخيك سألت الله أن يعفو عنك يوم القيامة. ببركة الصلاة على سيدنا رسول الله. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى صلاة تفرج بها عنا الكرب وتزيل عنا الهموم يا رب العالمين. فاللهم ارحم ميتنا واغفر له، اللهم اغفر لميتنا وارحمه وتجاوز عن سيئاته وتب عليه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل ما مضى من مرضه في ميزان حسناته. اللهم حل روحه محل الأبرار، وتغمده بالرحمة آناء الليل وأطراف النهار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولسائر المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله سعيكم، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.